أحسن الله إليكم. هذا السائل خليفة يقول: صديق لي يمتلك مقهى لشرب الشاي وكوفي شوب ويقدم فيه الشيشة، فما حكم المال الذي يدخل من هذا المقهى مأجورين؟ هذا فيه حلال وفيه حرام. المواد المحرمة ثمنها حرام، والجراك والدخان وهذه المفترات هذه ثمنها حرام، وأما بيع الشاي وغير ذلك من المباحات فثمنه حلال، فهذا مال مختلط من الحلال والحرام. نعم.